يا شباب، معاكم حلقة جديدة مع محمود صبحي. احنا هنلعبوا لعبة بلاي جراوند. النهاردة هنلعبوا العيلة الفقيرة، وكانت فقيرة وسرقوا حاجات وجابوا قصر. يلا بينا نبدأ. بابا احنا غلبانين يا امي. اصبر يا حبيبي، اروح اجيب لكم حاجات من نسرع حاجات. انا اروح اسرق حاجات من المدرسة. اجري. صح، نسيت، لازم اخد شنطة. يا بابا مركز سريع. انا شفت شنطة هنا واروح اجيبها علشان اجيب بيها الحاجات. ايه، في حد راميها؟ مفيهاش حاجة، فاضي. هروح. الكحة دي، ده انا عيان. اروح اجيب ايه المكان ده؟ انا اتفقه. انت مين؟ انا ابو حد من هنا. مش اطلع اجيب. انت شفت حاجة؟ انا ما شفتش. هروح. مش حاجة من الناس، هنزل لعبين. اجري اجري. هنا فين؟ اروح ورا. ايه ده كورة؟ بس اديني ورا. جول تاني. جول مش جول. جول يلا كده. انا يلا بينا. بص دي دور يا بابا. ماشي. لا Woo!
احنا جعنا، يلا بينا يلا بينا. بص يا راجل، انت ما عايز اشتري بأي حاجة، ودي ودي اجري يا عم. ايه عندنا بيت كده. خلصنا الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي يا شباب، باي يا شباب، باي يا شباب، ما تنسيش تعملوا لايك، اكبر لايك. ماشي يا شباب، وباي.